واما تقريره على الصغرى عن الاشعري انه اذا نقل يعني عاوز شوف عاوز اقول لك هو قال هو الحق وما قالكش هو الحق كذا هو الحق لازم تعتقده ده بالعافيه هو الحق قال لك واما تقريره هيقول لك يعني التوضيح تقرير انه هو الحق بس الرجل ما عزى لمين قال لك على الصغرى عن الاشعري شوف كمان السلسله العلم ده واخدينه شيخ عن شيخ ما حد ما خدناهوش كده من ايه من الاوراق ولا من الكتب ولا من الفهلوه ولا من النصب على ولا الاحتيال على عباد الله اسناد عن ايه عن الاشعري انه واما تقريره على الصغرى عن الاشعري انه اذا نقل الجرم من حيز اذا نقل الجرم من حيز لحيز فكونه في الحيز الثاني من حيث انه استقرار فيه سكون لا استنى كده انت تقرا كده انت كويس انت حلو في القراءه بس ساعات بتغيب عنك أنه إذا نقل الجرم من حيز لحيز فكونه في الحيز الثاني من حيث إنه استقرار فيه لا مش كده من حيث إنه استقرار فيه سكون مش فيه سكون استقرار فيه يبقى الجار والمجرور متعلق يعني استقرار يعني كون يعني سكون يعني دي خبر مش فيه سكون يعني سكون فيه فهمت لسه مفهومة؟ طب كده كويس هذا شغل الأزهرية ده إنما التانيين والله ما مش عارف يعني ها؟ يعني الجرم متعلق باستقرار أيوة يعني استقراره فيه يعني عاوز أقول لك إذا نقل الجرم من حيز إلى حيز يعني نقل الجرم من حيز أشوف ده حيز نقل إلى حيز آخر فكونه اللي هو إيه الجرم في الحيز الثاني مش في الحيز الأول من حيث إنه استقرار فيه سكون يعني هذا سكون شفت كده ومن حيث إنه نقلة عن الأول حركة يبقى عاوز يقول لك هنا إيه أنتوا ناس مجانين أهو اجتمع الحركة والسكون هو أنتوا بتقولوا اجتماعهما محال فيقول لك شوف بيقول لك هنا احنا قلنا فاكرين ايه تعريف الحركه وايه تعريف السكون فقول كونان في آنين في مكانين ده ايه ده الحركه ولا السكون ده ده الحركه ده هو السكون كونان في آنين في مكان واحد ده تعريف الحركه كونان يعني حصولان وجودان في آنين يعني في زمانين تمام كده في مكان واحد يبقى ده سكون ما دامت ما فيش نقلة ما هو الحركة في اللغة معناها النقلة ما دامت قاعد متربس في نفس المكان يبقى ده ايه سكون ده ومن حيث انه نقلة يبقى حركة يبقى اجتمع الحركة مع ايه النقلة من ايه لايه مش بيقول لك هنا نقل الجرم من حيز الى حيز مش كده حيز إلى حيز يعني مكان إلى مكان فكونه في الحيز الثاني من حيث أنه استقرار فيه يعني استقر فيه ده يبقى ده سكون ده لأن السكون هو الاستقرار فإن استقر مكانه فسوف إيه ومن حيث أنه نقل عن الأول احنا قلنا في حيزين حيز أول وحيز ثاني فانتقل عن الأول فهذه حركة وأنتم تقولون إن اجتماع الحركة والسكون مستحيل فراح الشيخ قال لك إيه فواهن ده كلام واهي كلام ضعيف يعني كلام ركيك واهي ليه ها ليه هو لماذا هو واهن فإن الكون الأول في الثاني حركة لا غير فإن الكون يعني الحصول الأول في الثاني الكون الأول يعني في الحيز الثاني مش الأول في الثاني إيه الأول في الثاني يعني الكون الأول في الحيز الثاني حركة لا غير بس مش تقول لي سكون ده حركة فقط والكون الثاني إيه معنى الكون الثاني يعني في الحيز الأول سكون ما دامت الكون الأول يعني الحصول الكون الثاني في الحيز الأول سكون
والكون الأول في الحيز الثاني حركة، يبقى عندنا الحركة إيه؟ كونان، ها؟ كونان في آنين في مكانين كده انتظر، ده بقى السكون. كونان في آنين في مكان واحد، يبقى كده خد بالك، الكون الأول في الحيز الثاني حركة ولا سكون؟ حركة. لا، والكون الثاني في ايه؟ في الحيز الأول سكون لا غير، نفس الحيز. يبقى إذن هذا هو تقريره، يبقى كده اجتماع الحركة والسكون مستحيل. إنما اللي هيقول لك انتوا بهذا التعريف اللي انتوا عرفتوا به الحركة، يبقوا عرفوا في تعريفين مش تعريف واحد، ده تعريف اللي قلناه. التعريف الثاني هو ايه؟ شوف كده عندك موجودة الحركة السكون. لا، الكون الأول، اسمع، الكون الأول في الحيز الثاني ده حركة، والكون والسكون الكون الثاني في الحيز الأول، ده تعريف. واللي عرفناه الأول الثاني كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. طب بالنسبة للتعريف الأول اللي هو إيه؟ الكون الأول في الحيز الأول ده إيه ده؟ دي حركة. طب والكون الأول في الحيز الأول لا حركة ولا سكون. والكون الثاني في الحيز الثاني برضو لا حركة، لم خرج عن التعريف، وهو التعريف كده الكون الأول الكون الثاني الحركة في الحيز الايه؟ هات التعريف يا شيخ. الكون الأول في الحيز الثاني ده الحركة، والسكون الكون الثاني في الحيز الأول. يبقى إذن الكون الأول في الحيز الأول لا حركة ولا سكون، والكون الثاني في برضو لا حركة ولا سكون. يبقى إذن الكون الأول في الحيز الثاني حركة، والكون الثاني في الحيز الأول سكون فقط. يبقى اللي قيل ده الخربط اللي عدد دي كلام فارغ أو كلام واهي، واضح كده؟ يبقى هذا هو التقرير، عاوز يشرح لك التقرير. أظن لو ما شرحوش كان أحسن. إنه كنا فاهمين الأول. قال لو ما شرحش كان أحيانا الشرح مش يخليك تفهم، يخليك تشد. يعني المستحيل هو اجتماعهما وخلص، لأنه هي تعريف الحركة نقلة من إيه؟ من حيز إلى حيز. وذلك الحركة الواحدة عاوزة ست حاجات، ستة. أول حاجة ما منه الحركة، وبعد منه وإليه، ما أنت هيتحرك من إلى، وما فيش حركة إلا تكون من إلى. بعدين ما منه الحركة، ما به الحركة، ما له الحركة، يبقى منه إليه له به. بعد كده ما فيه الحركة. فيه مش واحدة، دول اثنين، يبقى كده الحركة عاوزة كام؟ ستة. انه فيه دي يبقى ظرفية مكانية وزمانية معا، يبقى اثنينه، يبقى منه الحركة، إليه، فيه، به، له. ست حاجات عشان حركة واحدة، وانت ديك بتتحرك 6000 حركة في الحركة وما تعرفش ايه الموضوع. يلا. قال المصنف: والجائز ثبوت أهدهما معينا بدلا من الآخر. خلاص خلصنا من المستحيل تعريف الجائز. والجائز ثبوت أهدهما معينا بدلا من الآخر، والمراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات حسب الطرق. أنت بتقرأ فين؟ في الهامش. والجائز يعني تعريف الجائز أو مثال الجائز. الجائز ثبوت أحدهما معينا بدلا من الآخر. يعني مثلا لما أقول لك مثلا
يجوز انه في غراب على منارة الاسكندرية الان ويجوز انه ما يكونش، لكن لما اجي عين ثبوت احدهما بدلا من الاخر يسمى ايه؟ الجائز. يعني اللي عاوزين نثبت واحدة من الاثنين على سبيل التعيين، احنا قلنا الجرم اما متحرك واما ساكن، لكن عاوزين نخصه بالتعيين يبقى هذا جائز. يلا. والمراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات حسب الطاقة. والمراد يعني المراد من هذا الكلام معرفة جميع جزئيات هذه الكليات. عارفين كلمة جزء وكلمة كلي؟ ها؟ هي هو الكلي المفهوم الكلي. يبقى الكل ده تحته ايه؟ تحته جزئيات، جزئيات. اما الكل تحته ايه؟ اجزاء. فالمراد معرفة جزئيات هذه الكليات. ايه الكليات وايه الجزئيات؟ الجزئيات للكليات الايه؟ بيقول لك والمراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات. عارف الكليات المراد بها ايه؟ الكليات الأقسام الحكم العقل الثلاثة اللي هي الواجب له تعالى ومثله المستحيل في حقه والجائز. لكن خد بالك كلمة واجب ده أمر كلي، مش كده واجب. إيه الجزئيات التي تندرج تحت هذا الواجب؟ ممكن نعدها، صفات الكمال، الصفات. طب والمستحيل أضداد هذه الصفات ممكن نعدها، إنما الكليات التي تندرج تحت الجائز. فعاوز يقول لك المراد إنك تعرف جميع الجزئيات التي تندرج تحت الكليات الثلاث. يعني إيه اللي يندرج تحت الواجب، وما هو الذي يندرج تحت المستحيل، وما هو الذي يندرج تحت الجائز. طيب قال لك ايه ده؟ راح خاف طبعا لما اقول لك والمراد ان تعرف الجميع، جميع يعني كل. راح قال لك ايه؟ بحسب المراد جميع معرفة جميع جزئيات هذه الكليات حسب الطاقة البشرية، لا يكلف ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، يعني تعرفها بما في وسعك، بما في طاقتك، ولو بقانون كلي. اقرأ. المراد معرفة جميع جزئيات هذه الكليات. إذا معنى هذه الكليات يعني اللي هي إيه؟ الواجب والجائز والمستحيل، لا اللي هي الثلاثة. ما هو لسه هيقولها. حسب الطاقة. عشان كذا لما قال لك إن الجزئيات كثيرة كثيرة وقد تكون في نفس الوقت غير منحصرة. فقال لك والله حسب طاقتك انت، المهم ابذل ما في وسعك وما في طاقتك. وبعد كده وبعدين راح قال لك حاجه ثانيه، قال لك ما هو طب ايه رايك احيانا الجزئيات نفسها حتى لو انا عندي طاقه غير منحصره. فراح قال لك ايه؟ ولو بقانون كلي، يعني تعرفها ولو في الجمله. اهو معنى ايه؟ ولو بقانون ايه؟ كلي. يعني عاوز يقول لك ايه؟ اقرا يا شيخ ولو بقانون. ادخل على الحاشيه. قوله ولو، هو قال لك ولو بقانون ايه؟ كلي. ايه معنى ولو بقانون كلي؟ قوله ولو بقانون كلي يحتمل انه اراد به الدليل الجملي. يعني عاوز يقول لك انت تعرف الجزئيات المندرجه تحت الكليات الثلاث ولو بقانون كلي. لا، الكلام ده غير صحيح، بل لا بد من معرفة التفصيل فيما يجب تفصيلا، كما سبق كوجوب علمه تعالى وقدرته إرادته وحياته، ده كله بالتفصيل ده، واستحالة جهله وعجزه وتعدده. فما قاله الشارح اللي هو سيدي عبد السلام ده ما ينفعش، لازم تعرف ده تفصيلا
فيما فيه تفصيل، يعني ما ينفعش القانون الكل في الأمور التي يجب فيها التفصيل. الكلام ده ينفع فين؟ في الإجمال. فما قاله الشارح أنه يجب معرفة جزئيات الكليات ولو بقانون كلي غير صحيح، بل لابد من معرفة التفصيل فيما تجب معرفته تفصيلا. وذلك تعالى في الحاشية هنشوف هيقول ايه، يعني هل ينفع كده تعرف كده على الجو؟ لا، لازم الحاجة اللي فيها تفصيل، لازم ما فصل فيه الشارع يجب فيه التفصيل، وما أجمل نأخذه على الإجمال ولو بقانون. قوله بقانون كلي يحتمل أنه أراد به، يحتمل أنه أراد به، يعني به كلمة به ترجع على إيه؟ أراد به يعني بالقانون الكلي. يحتمل أنه أراد به الدليل الجملي، يعني عاوز أقول لك القانون ده فين؟ القانون ده صدر سنة، قال لك لا مش قوانين بتاع القانون، يعني معناها الدليل الجملي. فالدليل الجملي ده هو القانون، يعني دليل يصلح أن نستدل به في الجملة مش في التفصيل، فيكون قانونا. يحتمل أنه أراد به الدليل الجملي أو المعتقد الإجمالي. يعني إذا نفسر القانون أن المراد به إيه؟ المراد بالقانون الدليل الجملي أو المعتقد الإجمالي. وهو المتعين في الجملة. لا، وهو المتعين. وهو المتعين في الجائز إذ لا حد لجزئياته. عاوز يقول لك إيه؟ قال ولو بقانون كلي يحتمل أنه أراد به يعني بالقانون الكلي الدليل الإيه؟ الجملي أو المعتقد الإجمالي. يعني ايه معنى معتقد اجمالي؟ يعني اعتقد كده اعتقاد اجمالي، يعني مفهوش تفصيل. زي ما نيجي نقول كده ايه، ما الذي يجب اعتقاده بالنسبة للجائز؟ الواجب نقول نعتقد ان الله تعالى له 5 صفات سلبية و7، نفصل نعد. اما ونيجي في المستحيل نعد، مش كده نفصل. اما عند الجائز فنقول كده نعتقد أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه. هذا معتقد إجمالي. هل فصلنا زي ما فصلنا في الواجب والإيه؟ ولذلك قال وهو المتعين في الجائز. يعني إيه معنى هو المتعين؟ يعني المعتقد الإجمالي أو الدليل الجملي ده يتعين في الجائز، لأنه لا نستطيع حصر الجزئيات التي تقع تحت كلمة الجائز في حقه. يعني يقول لك إيه اللي يجوز في حق الله؟ عارف لو قلت لك ما الذي يجب في حق الله، ممكن تقول لي 13 صفة أو 20 صفة وتحصرهم. أما لو قلت لك إيه اللي يجوز في حقه، لا تستطيع أن تعد. هتقول لي يجوز أن يحيي، أن يميت، أن يخلق، أن لا يخلق، أن يرزق، أن يشفي، أن يمرض، أن يسعد، أن يشقي، أن يوجد، أن يعدم، أن يرفع. مش هتستطيع حصر الجزئيات اللي هي تحت الجائز. فتجيبها كده إيه في معتقد كلي، فتقول يجوز في حقه فعل كل ممكن. الإحياء ممكن، الإشقاء، الإسعاد، الرزق، يخفض، يرفع، يضر، ينفع، كل ده إيه؟ جائز. يبقى هل تنحصر الجزئيات اللي تحت الجائز غير منحصرة؟ لما هي غير منحصرة فلازم نعتقدها بمعتقد إيه؟ إجمالي. وذلك قال وهو المتعين، يعني يتعين هذا في الجائز، ولكنه لا يتعين في الواجب ولا يتعين في المستحيل. يجي واحد يقول لك وهل انت تقدر تعرف كل ما يجب لله؟ ليه انت قلت ده متعين في الجائز ولم تقل انه متعين في او في المستحيل؟ قال لك ما احنا امكننا الحصر
بس مش حصر الجزئيات ده، أمكننا رد الأمور يعني كل مثلا أمور متشابهة أو متماثلة عملنا لها إيه قاعدة. فلما جوا مثلا حصروا الصفات السلبية في خمسة، مع أنه الصفات السلبية معناها نفي وتنزيه الله عما لا يليق، وهل ما لا يليق منحصر في الضاد الخمسة دول؟ لا. قال ولكن الخمسة دي تعتبر الأمهات أو الأسس وما عداها يعود إليها، فأصبحت هي محصورة بمعنى إيه أمهات أو الأسس، مش محصورة بمعنى إيه الأفراد. لكن بالنسبة للجائز لا نستطيع أن نجعل فيه أمهات أو أسس أو قواعد كلية كما كانت في إيه في الواجب أو في المستحيل. فلأجل هذا قال وهو المتعين، يعني ممكن واحد بعد أن يقول لك الأشاعر يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له سبع صفات اللي هي صفات المعاني. إيه هي الصفات؟ العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام. يقول لك يا أخي أنتوا حرام عليكم، هو ربنا ملوش غير السبع صفات، ليه تقولوا الصفات سبعة مع أنها هي كثيرة؟ فين الرحمة؟ فين الحكمة؟ فين المغفرة مثلا؟ قل له أي صفة ما عدا السبعة تندرج تحت واحدة منها، ترجع تحت واحدة. يعني مثلا عاوزين نجيب المغفرة مثلا، ترجع تحت هي تحت القدرة يغفر أو الإرادة، يغفر لمن يشاء. إيه معنى يغفر لمن يشاء ويعذب؟ يعني يريد أن يغفر لهذا ولا يريد أن يغفر، أو رجعت المغفرة أو التعذيب لصفة الإرادة. طب والرحمة؟ ترجع للإرادة. طب والحكمة؟ ترجع للعلم. وهكذا يبقى حنرجع كل الصفات اللي غير السبعة للسبعة. يبقى هي محصورة في سبعة ولا مش محصورة؟ بس محصورة على إنها كليات مش جزئيات. يعني عاوز أقول لك دي السبعة دي هي الكليات، غير السبعة أي صفة تانية حتروح تجدها راجعة إلى إيه؟ وزيك لما يقول لك ايه معنى الله تعالى رحيم، يقول لك يعني يريد بنا الرحمة. اذا رجعت الرحمة الى الايه؟ الى الارادة. عسى مش كده ان يشاء يرحمكم، رجعت للارادة، او ان يشاء يعذبكم. يبقى رجعت الرحمة للايه؟ والمغفرة والهداية، يهدي من يشاء، رجعت للارادة. طب والغنى والافقار، فسوف يغنيك ان شاء، مش كده؟ طب وهي تاني والبرضو وعندك حاجة تانية الرزق، يرزق من يشاء، الرزق رجع للإرادة. ولو بسط الله الرزق لبغوا ولكن ينزل به ما يشاء، فرجع ذا للإيه؟ للإرادة. والخلق رجع للإرادة اختيار، يبقى معناه والإحياء والإماتة برضو راجع للإيه؟ للقدرة، يحيي ويميت يرجع للقدرة. يبقى أي صفة غير السبعة، قول للجماعة المغفلين اللي عاملين نفسهم سلفية ومش عارف، يقول لك كيف أنتوا تحصروا صفات الله وهي غير؟ قول له ليس هذا حصر للجزئيات وإنما حصر للكليات. يقول لك هم ربنا يصف نفسه بصفات كثيرة غير متناهية، والجماعة دول إيه يجعلوها متناهية. ده علم شغل علماء، ده هي معنى انتهاءها في سبعة، يعني ليست ثمانية. ليه؟ لأنه وجدوا أنه ما عدا الصفات السبع راجع إليها أو متفرع عنها. ولذلك معنى حصر، حصر أمهات الصفات وليس حصر الجزئيات. هذا يعني كان يقول إيه؟ كان يقول كان الإمام أبو الحسن الأشعري كان هو أخذ حصر الصفات من محمد بن كرام السجستاني. أبدا، ولا محمد بن كرام ده كان مجسما، وبعد كده الجماعة كان الإمام ابن فورك محدث معروف كان يروي يأخذ إيه يهاجم ويشتد في الهجوم على مين؟ على الكرامية. فشنوا عليه واتهموه بتهم وأوشوا به إلى السلطان حتى قتلوه السلطان، وقالوا أشاع أنه الأشاعر أو ابن فورك يزعم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله الآن، يعني يقول كده
أشهد أن محمدا كان رسول الله، إنما الآن خلاص بعد ما مات انتهت الرسالة. فقول ظهر والكرامية شجعوه وأظهروه، اتهموا بمين؟ ابن فرن، فيبدو السلطان صدقهم أو كذا فقتله. فكان ابن حزم يدعو للسلطان محمود ده ابن سبك تكين على انه قتل مين؟ الامام ابن فورك، ويثني عليه انه قتل واحد مبتدع، رغم انه هو مش مبتدع ولا حاجة. ده الامام الذهبي لما ترجم له ذكر هذه القصة قال في الجملة ابن فورك ده خير من ابن حزم واحسن منه ديانة، ولكنه كان صاحب قلبة كان ممكن يتقلب او يعني مش معصوم، لكن في الجملة احسن من مين؟ من ابن حزم اللي كان فرحان بالموضوع ده، ويدعو للسلطان على انه قتل مين؟ ابن فورك. وابن فورك ده حتى كان رجلا صالحا متعبدا زاهدا، بيقول يعني سيق من بلده الى في فتنة من الدين وقبض عليه، واقتاده رجال الشرطة الى الامير في الليل يعني أوشك على الفجر، فدخل في مسجد وكان في كربة أو في عناء، فوجد مكتوب على المحراب أليس الله بكاف عبده، قال فوقع في نفسي أني سأكفى، وكان ما حصل. يلا قوله ولو بقانون كلي يحتمل أنه أراد به الدليل الجملي أو المعتقد الإجمالي وهو المتعين في الجائز. يعني المعتقد الإجمالي أو الدليل الجملي هو المتعين في الجائز. إذ لا حد لجزئياته. إذ لا حد لجزئياته يعني لجزئيات الجائز. فيقال كل ممكن يجوز في حقه. طب لما اقول لك كل ممكن يجوز في حقه تعالى، هل تستطيع حصر الممكنات؟ هل تستطيع عدها؟ لا تتناهى. فيقال كل ممكن يجوز في حقه تعالى فعله وتركه. شوف قلنا بقانون كلي، احنا قلنا اول ما تسمع كلمه قانون كلي تصدر كلمه كل، فيقال كل ممكن يجوز في حقه تعالى فعله وتركه، يعني فعله أو تركه. الواو هنا بمعنى أو، يعني يفعل يا إما يترك فعله، مش معنى الواو هنا للجمع يعني يفعله ويتركه معنى، لهذا يبقى دخلنا فين؟ في المستحيل. يبقى فعله وتركه يعني أو أو تركه، مفهوم؟ أي عبارة تعدى عليك مش مفهومة اسأل فيها، أنا مش هعيد الكلام تاني.